بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله طاجن المكرونه باللحمه المفرومه. عندنا طاسه على نار متوسطه، حاطين فيها معلقه كبيره سمنه لحد ما تسخن معانا كويس، وبعد كده هنحط بصله متوسطه متقطعه صغير، وهنحط عليها معلقه صغيره ملح وفلفل اسود وزعتر ناشف. واول ما البصل يدبل معانا هنضيف قرنين فلفل رومي متقطعين كبير بالشكل ده، وبعد ما الفلفل يدبل معانا هنضيف فصين ثوم مفرومين وهنحمرهم، بس نخلي بالنا عشان ما يتحرقوش مننا. وهنضيف معلقة كبيرة خل، وبعد كده عندنا حوالي 200 جرام لحمة مفرومة هنحطهم وهنقلبهم كويس، وخلاص كده اللحمة المفرومة اتحمرت معانا. وهنضيف نص كوباية من صوص الطماطم المشوية، طريقته موجودة تقدروا تشوفوه، وهنقلبه كويس مع اللحمة. وهنضيف كوباية ونص مية وهنسيب الخليط لحد ما يغلي، وخلاص ابتدى يغلي معانا. وهنضيف 200 جرام مكرونة قلم تكون مسلوقة نص سلقة، و200 جرام ديت حوالي نص كيس، وهنقلبها كويس في الصوص. وعندنا طاجن دهنينه كويس بالزيت، وهنحط المكرونة في الطاجن، وهنضيف على الوش جبنة بارميزان مبشورة أو جبنة رومي، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 200، وهندخل المكرونة على الرف الأوسط. وخلاص كده طاجن المكرونة خرج معانا من الفرن، وهياخد حوالي من 7 دقايق ل 10 دقايق. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.